السلام عليكم طلاب، اليوم ان شاء الله عندنا الاكزامينيشن اوف موتور سيستم. كبدايه كالعاده اول شيء يبدون بمقدمه عن الاناتومي مالتها حتى نفهم الفيزيو مالتها. بشكل عام انا عندي من اريد اسوي اي موتور اكشن، يعني ورا ما اجاني سنس ورا ما حسيت راح يبدي عندي الامر الصادر اللي هو الموتور، مو صح؟ فاني عندي المسؤول الاساسي عن هذا الشيء هو يسموها الكورتيكو سباينال تراكت. كورتيكو سباينال تراكت هي عباره عن فايبرات تنزل عندي من الكورتكس وتكمل عندي بالسباينال كورد. من السباينال كورد راح تطلع عندي سباينال نيرف تروح عندي للمسلز اللي تغذيها وتصير عندي الحركه. اوكي، طبعا هاي الكورتيكو سباينال تراكت اكو قسم عندي منها 80% تقريبا او 3 ارباع او ثلثين الها راح تجيني من البري سنترال جايروس. بري سنترال جايروس هذا الجزء من الدماغ يعني اللي من البرين اللي راح يكون مسؤول عن الموتور بشكل عام. هذا الثلث اللي يتبقى عندي من البوست سنترال، يعني شلون نقول اني اللي هو الجزء المسؤول عن الاحساس، مثل انه اني راح احس بالعضله اللي راح اسويها، لازم يكون عندي دائما ادراك، جزء معين خاص بالادراك عن الموضوع اللي دا اسوي، اني الاكشن اللي دا اسوي العفو. اوكي، فثلث منها راح يكون يجيني منين؟ من البوست سنترال جايروس، يعني ينزل لي منها. ديسندنج فايبر منين راح تعبر عندي؟ هذا شلون نقول مثل الحدود اللي هي الانترنال كبسول، بعدين وين تروح عندي؟ الميدولا اوبلينجاتا. هناك من الميدولا اوبلينجاتا قسم يروح كونترالاترال، قسم يعني ينزل ابسيلاترال، قسم من يوصل سباينال كورد يصير بي كونترالاترال. اوكي، فاغلبها 80% منها راح يصير عندي بيها بالميدلاين، يعني يصير ديكاسيشن بالبيراميد، يعني بالميدولا اوبلينجاتا نفسها يصير له ديكاسيشن، يسموها لاترال كورتيكو سباينال تراكت. هاي تشكل عندي الاغلبيه. اوكي، البقيه هي تعبر بس بعدين يسموها انتيرير كورتيكو سباينال، هاي بالسباينال كورد نفسه من تنزل لي جوا هناك يلا راح يصير لها ديكاسيشن. اوكي، ايفنتشوالي كروس ذا ميد لاين اند تيرمينيت بالانتيرير جايراي من الكولوم مات السباينال كورد، يعني بس هاي نهايتها وين راح تكون عندي؟ سيرفيكال وابر ثوراسيك ريجن بالنسبه للسباينال كورد. اوكي، هاي كاناتومي لها. كنيورولوجيكال اكزامينيشن، اني من اريد افحص الموتور سيستم هي مجموعه تيستات، اما راح اسوي انسبكشن، اما راح افحص مسل جروبس مجموعه عضلات، او اشوف التون مالت المسلز. هسه راح نشوف شنو يعني التون، او الباور القوه مالتها، او عندي شغلتين كلش مهمه اللي هي سوبرفيشال وديب ريفلكس. اوكي، يعني مثل انه احرك مكان ونتيجه هذا التحريك هذا المكان حركه لا اراديه يصير عندي بمكان ثاني، وهكذا ممكن تكون سوبرفيشال ممكن تكون ديب. والكوردينيشن طبعا دائما يصير عندي الكوردينيشن بالنسبه للموتور سيستم هو السيريبال، لما نخليها ببالنا. اوكي، from the above parameter we can decide whether the disease affecting the upper motor neuron or the lower motor neuron. طبعا شنو معناها الابر موتور نيورون؟ ماخذيها احنا بالنظري انه النيورون الخليه العصبيه تكون موجوده يعني بالبرين نفسه، يعني فوق مستوى البرين ستيم، خلينا نقول فوق مستوى جذع الدماغ، وتنزل عندي بها هذا شيء يسموه مالتها الاكزون مالتها، يعني تنزل عندي للبرين ستيم وللسباينال كورد. اوكي، هذا هو ابر موتور. بس عند اللور موتور نيورون، اللور موتور نيورون هي اللي راح تكون يعني النيورون مالتها الخلايا العصبيه، ممكن تكون بالبرين ستيم ممكن تكون بالسباينال كورد، وهم تنزل عندي منها ينزل عندي منها الاكزون مالتها. بس اللي اعرفه انه الابر موتور نيورون النيورون مالتها راح تكون فوق الابوف ذا ليفل اوف ذا برين ستيم. اوكي، هاي الفرق بيناتهم. ابر موتور نيورون مينز طبعا كلش مهم اعرف الليجن اللي عندي ابر اور لور. اوكي، ابر موتور نيورون مينز ذا كورتيكو سباينال تراكت، يعني هي نفسها الكورتيكو سباينال تراكت اللي حكينا عنها قبل شويه. اوكي، يعني اللي مكانها يكون بالدماغ اللي فوق كلش. اللور موتور نيورون يقصد بها البيرفرال spinal nerve والanterior horn، يعني خلينا نقول الجزء الأجزاء الأخيرة من أريد أسوي الأكشن، الباثوي مات الجزء الأخير من الباثوي، خلينا نقول هي peripheral spinal nerve اللي هي راح تودي الأكشن تودي للعضلة ويصير عندي بها الفعل، والanterior horn cell اللي هي أصلا تجمع مالت الموتور نيورون. أوكي، في حين عندي الأبر موتور لا، اللي هي cortical spinal نازلة من السربرال كورتكس تريد تروح للسباينال كورد. ماشي، زين هسه حنبدي بيهن واحدة واحدة. أول شيء inspection بالنسبة للمسل جروب، مجموعة عضلات. البيشنت should be examined in underwear
in order to observe the limbs and muscle clearly we inspect for. يعني أول شيء لازم يعني إحنا قبل أي تيست نسوي أول شغلة لازم يعني نقول للبيشنت إحنا شنو اللي راح نسوي له. ماشي ما نخلي خلينا نقول بدور المتفاجئ. Inspect for wasting or atrophy, hypertrophy and fasciculation. راح يعني هذا التست نسوي المجموعة شغلات بمرة واحدة. الويستنج او الاتروفي يعني مثل نقول صاير عنده ضمور بالعضله، هايبرتروفي صاير عنده مثل اوفر بالعضله مالته يعني كبرانه كلش، العفو تضخم يعني. وعندنا الفاسيكيوليشن. الفاسيكيوليشن هي شنو؟ سبكوتينيوس سويتش اوفرلاينج ماسل بوليس. يعني شنو؟ يعني العضله هيك تكون مثل سبكوتينيوس جوا الجلد مباشره، مثل اللي يصير عندي بيها يعني شلون افسر لكم اياها الفاسكيوليشن، يعني شلون هي هيك من وحدها تقوم تتحرك، مثل من شخص يصير عصبي شلون هاي اللي يصير بقصته، يعني دائما من مثلا من يصير عندنا ستريس بالامتحان او معصبه من فد شيء هيك فد اشياء عضله الموجوده عندي بال يعني شلون مثل بالجبين مالت الواحد هي هيك تقوم تتحرك لا اراديا، سواء فاسكيوليشن تبين الحركه مالتها من تحت الجلد. اوكي ويستنج والفاسيكيوليشن از فيتشر، هاي تخلوها يعني ثلاث خطوط جواها. ويستنج والفاسيكيوليشن دائما تكون عندي فيتشر المن لللور موتور نيورون، يعني من اشوف شخص اسوي له تيستينج يطلع عنده فاسيكيوليشن، طبعا مو بالنورمال يعني تيست اب نورمال، راح يكون عنده لور موتور نيورون ليجن. اوكي وكذلك نشوف انسبكت بالنسبه للتريمر، التريمر اللي هي شلون احنا نسميها مثل الرجفه. اوكي rhythmic movement resulting من الكونتراكشن والريلاكسيشن الجروب من المسلز، يعني تقلص بعدين انبساط تقلص انبساط مثلا بالايد بحيث ايده تقوم هيك يصير مثل ترجف. اوكي finally we should inspect if there is abnormal position بالنسبه للجوينت او الليمب، يعني شوف احنا اساسا من نباوع على شكل البيشنت. اوكي راح نفحص الويستنج الاتروفي الفاسيكيوليشن التريمر، وبنفس الوقت نشوف اذا اني اصلا يعني من بعيد راح اشوف البوزيشن مالتها نورمال لو اب نورمال. اوكي هسه هاي كلها تقريبا هالمصطلحات الجديده اللي شفتوها راح تنعاد مره ثانيه هسه نشوفها. اوكي بس نعرف التريمر شنو هو، ريثميك موفمنت من الكونتراكشن ريلاكسيشن من الجروب مات المسل، الفاسيكيوليشن هي السبكوتينيوس سويتش ايشي يعني ما اعرف شلون اترجمها، المهم اوفرلاينج للمسل بليز. اوكي وقلنا هاي الشغلتين هي علامات من اللور موتور نيورون ديزيز. اوكي الاسسمنت بالنسبه للمسل تون هو شنو معناته المسل تون شنو عرفوها، ريزيستنس فيلت وين جوينت از موفد باسيفلي ثرو اتس رينج اوف موفمنت، يعني اني الحركه اللي من اريد احرك مثلا شخص اني لزمت ايده وهيك بديت مثل اريد اسوي يعني مثل أرد أسوي فليكشن بالنسبة للجوينت مالته. أوكي هاي من أسويها يعني لا أراديا لازم تكون أكو عندي مقاومة تجاه هاي الحركة. أوكي اللي هي باسيف يعني باعتبار هاي الريسيستانس اللي يبديها الجسم اللي هي يعني حتى إذا شخص ما يعني لازم يصير عندي ولو كمية بسيطة يعني تكون. اوكي هاي الريسيستانس اللي يصير باتجاه الباسيف موفمنت يسموها المسل تون. أوكي او مثلا يعرفوها resistance of muscle to stretch. But normal people who are relaxed there is elastic type من resistance felt when joint is moved. The tone may be either normal من يزيد من يكون زايد يسمو hypertonia من يقل يسمو hypotonia. يعني اني جيت لزمت مثلا الارم مال الشخص وبديت اسوي لها flexion اوكي بحركة passive يعني هذا الشخص راح يكون الى resistance معينة، اذا كانت هاي الريسيستانس كلش اوفر بحيث اني مدى اقدر اصلا اسوي له فليكشن يسموها هايبرتونيا، اذا قليله بحيث هيك بسهوله هيك اسوي وارجع هاي يسموها هايبوتونيا. اوكي هايبرتونيا از فيتشر اوف ابر موتور نيورون ديزيز، يعني هاي ما تتخيلون ايش قد مهمه تعرفون هاي الفيتشر للابر لو للور موتور نيورون، يعني هي اسباب ما اعرف صراحه بس مو بوقتها حفظناها احنا.
feature of upper motor neuron disease may be either plasticity أو rigidity. يعني هاي الهايبرتونية ممكن تكون plasticity ممكن تكون rigidity. شنو يعني plasticity وشنو يعني rigidity؟ Plasticity is rapid build up of resistance during the few degree of passive movement and then as the movement continue there is lessening resistance. اوكي يعني plasticity اول ما ابدي اريد اسوي له هاي الباسيف موفمنت راح يكون عندي ريزيستنس قويه. اوكي فيرست فيو ديجري من الباسيف موفمنت راح يكون عندي مثل يعني مقاومه كلش قويه بالبدايه. اوكي ويا استمراريه الحركه راح تقل هاي المقاومه الى حد ما تصير نورمال. اوكي اونلي وان جروب من المسلز هذا يتضمن عندي فقط يعني مجموعه واحده من العضلات ماشي يعني مثلا اكستنسر او فلكسر او يعني عضله متخصصه بحركه معينه او مجموعه عضلات متخصصه بحركه معينه في حين الريجيديتي لا سستين بالنسبه للريجيديتي اي سستين بالنسبه للريسيستانس بالنسبه للباسيف موفمنت يعني ايش قد ما احاول اني اريد اسوي له فلكس 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 او اريد احرك بهذا الجوينت دا الاقي مقاومه كلش قويه. اوكي يعني على طول الحركه هاي راح تتضمن مجموعة عضلات فلكسر اكستنسر اكزيال مسل كليتها راح تكون يعني تشتغل وتقاوم هاي الحركة اللي دا اسويها ماشي ريسيستانس راح تشتغل بالاغونست والانتاغونست مسل. طبعا هي شو يقصد الاغونست والانتاغونست مثلا عندنا مثل اكو عندي عضلات تكون مثل المسؤولة عن جاذبية الارض بالنسبة لي انتاغونست معاكسة لها يعني خلينا نقول وحدة لها يعني فعل وحدة إلها فعل معاكس إلها يعني مثلا نقول فلكسر اكستنسر. أوكي فال هاي الريجيديتي راح تتضمن عندي الأغونيست والأنتاغونيست فهي هاي نعرفها عن الهايبرتونية أبر موتور نيورون ديزيز يعني فيتشر إلها ممكن تكون بلاستيسيتي ممكن تكون ريجيديتي. أما الهايبوتونية هاي لما الريسيستانس مات هاي المسلس كلش يعني شبه معدومة يعني بحيث أجيب بالجوينت يمنى يسرى فوق لي جوا هو ما متأثر ماكو أي شيء يمنعني. أوكي طبعا هاي فيتشر المن فيتشر للور موتور نيورون ديزيز this occur if motor neuron للمصل يعني مقطوع يعني العصب مالت العضلة نفسها صاير بيقطع لذلك قلنا لور موتور نيورون لأن تعرفون احنا اللور موتور نيورون هي spinal nerve. أوكي زين الاكزامينيشن اوف ماسل تون ايش راح يسوي له يعني اول شيء يخلي ريلاكس يسترخي يعني مو من البدايه شاد روحه باسيفلي فليكس اند اكستند اي جوينت ان تيرن يعني اسوي حركه بسيطه لكل جوينت موجود عنده مثلا الالبو الشولدر الني وغيرها ان ذا ابر لمب راح منو افحص الشولدر الالبو والريست جوينت. اوكي باللور لمب منو راح افحص ايش راح يسوي له internally and externally rotating leg leg يعني الليج مالته يسويها external و internal rotation يعني تقريبا للني joint. اوكي knee clonus is done by sharply push of the patella towards the foot with the knee extended. اكو فد حركتين راح نسويها من اريد افحص التون مالت اللور لم شي نسميه knee clonus وعندي ankle clonus. بالنسبه للknee clonus ايش راح اسوي sharply push يعني هيش شايفين هاي الباتيلا مثل الصابونة مات الرجل أو مات الركبة أجيبها هاي الباتيلا أسحبها هيشي بإيدي باتجاه الفوت. أوكي والني تكون شنو وضعية extension يعني أني الني ماخذة هاي هيشي الوضعية مات الإكستنشن وأجي أني أسحب هيشي الباتيلا باتجاه الفوت. أوكي وهي هيشي أسحبها بعدين هي راح ترجع. الانكل كلونس شلون سبورت ذا فليكس ني يعني اني الفليكس ني هيجي لازمتها بايدي يعني مثل الثانيه الليج ماته ولازمتها بايدي وين حاطتها على البوبليتيال فوسا هاي الفوسا اللي صايره يعني ورا المفصل مات الركبه then using the other hand الزم الايد الثانيه اسوي له دورزي فليكشن بالنسبه للفوت ماته. اوكي يعني ايد الني ماته مسويتها فليكشن ولازمه هيجي البوبليتيال فوسا بايدي مثبتتها والايد الثانيه ايش اسوي دورز فليكشن بالنسبه للفوت. اوكي يعني شلون هيجي مثل واحد من يريد يوقف على كعب رجله دورز فليكشن ان سستين بريشر الزم هيجي ايدي ابقيها بي اذا صار عندي الني كلونس الباتيلا والجيرك اب اند داون
يعني هيجي أنا سحبتها لي جوا وهيجي ترجع لي فوق. أوكي الأنكل كلونس يعني شنو؟ لازم يكون عندي present there will be rhythmic beating with foot. rhythmic beating with foot ما أعرف شنو يعني، بس المهم الني كلونس البات اللي ترجع هيجي تصعد تنزل بعدين تصعد. الأنكل اللي يقول إنه rhythmic beating with foot ما أعرف شنو يعني صراحة، بس المهم هي هاي الشغلتين الأنكل كلونس والني كلونس من ضمن الفحوصات اللي أسويها حتى أشوف بها المسل تون. ماشي زين. It is impractical to test all muscles during a neurologic examination. يعني مو طب أكيد مو معقول راح أفحص كل العضلات. By testing key muscles. أكو عضلات يعني مثل مفتاح يعني حتى أعرف من خلالها إذا أكو فد مشكلة أو لا. The examiner can determine whether gross defect exist. Further testing specific muscle and nerve root may be necessary. يعني أكو أشياء معينة أنا أفحصها أعرف من خلالها النورمال والأبنورمال. زين بالنسبة للمسل باور أريد أشوف قوة هاي العضلة إيش قد. أوكي recorded using grading system which divide muscle power to six grade. يعني مثل عندي جهاز ألزمه للمريض وأخليه يعني مثل اللي يضغط عليه وأني أشوف شقد قوة الكونتراكشن مالته. أوكي إذا سجل عندي الجريد مالته زيرو ماكو مصل كونتراكشن أساسا، لا صار لا أشوف ولا أقدر ولا قدر الجهاز يتبعها. جريد وان اللي يسموها تريس المصل كونتراكشن يعني موجودة ممكن تصير كونتراكشن بداخل العضلة يعني داخل الجسم، بس إنه شنو مدى لاحظ الجوينت مدى يتحرك، يعني خلينا نقول مثل الكونتراكشن مالته كلش ضعيف بحيث الجوينت مدى يتحرك. زين جريد 2 اللي يسموها الويك جوينت موفمنت يتحرك هالمرة الجوينت with the gravity يعني باتجاه ال شلون باتجاه الجاذبية باتجاه الأرض، مدى يصير عندي بيها anti gravity يعني مدى يصير عندي resistance بالنسبة للجاذبية الأرض من دا يصير عندي contraction. أوكي يعني مثل شلون الكونتراكشن صاير وهيجي لي جوا نازل. Or when it is eliminated. Grade 3 الموفمنت against the gravity هالمرة أوكي صارت against the gravity الموفمنت شوية قوة يعني. أوكي بدأت تصعد upward. الفور اللي هو الجود أكو عندي movement وهمات against the gravity ونضافت لي وياها resistance. ماشي وهذا تقريبا قربنا نوصل للمطلوب. الخامس اللي هو normal power خلاص من سجل عندي 5 معناها هل الباور عندي أوكي. أوكي يعني هو أنا أريد الحركة ماتي من أريد أفحص قوة عضلة العضلة القوية راح يكون عندي بها contraction وتسبب لي joint movement وتكون against بالنسبة للgravity يعني مو نازلة هيجي لي جوا وأكو عندي resistance. ماشي هاي الصفات للpower بالنسبة للmuscles اللي أريدها. then test muscle strength by having the patient moves his joint actively against your resistance. يعني أنا بدي أشوف مثلا القوة مالتها أشوف مثل الحركة مالت joint مالته. Compare one side with other. If muscle weakness is found, compare the proximal with distal. قلنا احنا بالموتور سيستم اشوف سايد ويا سايد. اوكي ورا ما شفت يعني مثلا اكو weakness اكو abnormal اقارن البروكسيمال ويا الدستال. اوكي in general proximal weakness is related to muscle disease. يعني بشكل عام ان يكون عندي مشكلة بالجزء البروكسيمال من العضلة يعني من المنشأ مالتها خلينا نقول هاي شغلتها بسيطة يعني مايوباثي. اوكي بس من يكون الجزء الدستال هو صاير بي ويكنس هاي معناها عندي نيوروباثي وهذا اخطر طبعا. ماشي فاقارن سايد ويا سايد بعدين بروكسيمال ويا دستال. بروكسيمال مايوباثي دستال يعني عندي نيوروباثي. زين المجموعة الثالثة اللي نسويها اللي هي يعني احنا شفنا التون وشفنا الباور هسا نشوف الرفلكسز. الرفلكسز اكو عندي فد بيزك برينسيبل نشوفها حتى يعني نسويها حتى نشوف اذا هذا يعني حتى نفحص الرفلكس مالته. تو مين تايب اوف رفلكس ار تيستد. عندي ديب اللي هي للسترينث مالت التندون نفسه وعندي سوبرفيشال. تو اليسيت ستريتش رفلكس سبورت جوينت بينج تيستد
لازم يعني أثبت الجوينت اللي راح أسوي له تيست so that the muscle are relaxed. أهم شيء تكون المسلز ما تشبيها relax، يعني خلينا نقول ما مشغلتها ما متعبتها. الرفلكس هامر، هذا الهامر اللي نستخدمه شايفيه بالمختبر، هذا هو هذا الهامر. زين الرفلكس هامر، الهامر رفلكس هامر is held between the thumb and index، الازمة بين الابهام والاصبع اللي بصفه، بحيث والسبابة يعني، بس شنو هيجي لازمتها على رحات ايدي، بحيث انه ما احرك بالالبو جوينت ماتي، يعني مو هيجي شايلته وعباك اريد اضربه، لا هيجي فالحركة خفيفة باسيف يعني، اوكي؟ بس انه مجرد احرك الريست ماتي. Not the elbow. In general, the point pointed end of the triangular reflex hammer is used. أكيد هاي النهاية ما ترى triangular هي اللي راح نستخدمها. زين. زين gentle tap over the tendon. طبعا دائما احنا من نريد نسوي ريفلكس ون نخليه على التندون مات المسلز. tested should produce muscle contraction. it is often necessary to palpitate as well as observe. يعني تقريبا هالاشياء البقت مو فيت شيء. شنو بيها experience will examine our eyeball to make adequate assessments. normal reflex are commonly generated. بشكل عام يعني الرفلكسز commonly graded السكيل مالته، يعني هو مثل اكو في الجهاز، اوكي، او اني مثلا اني بعيني اشوف مثل الدرجات مالته من صفر الى حد موجب 4. هايبر اكتيف ريفلكسز يعني من يكون الرفلكس مالته زايد عن اللزوم، كاركترستيك للبيراميدال تراك ديزيز، هاي مهمه. من يكون عنده هايبر اكتيف مثل الرفلكس مالته زايد عن اللزوم، قوته اقوى من الطبيعي، يعني معناها عندي بيراميدال ديزيز. بيراميدال تراكت ديزيز، البيراميد هو يقصد به نفس الكورتيكوسباينال يعني upper motor neuron، اوكي. الكترولايت ابنورماليتي، الهايبر ثايرويدسم اند اذر ميتابوليك ابنورماليتيز مي بي كوز هايبر اكتيف ريفلكس، يعني ممكن يكون هو بيراميدال تراكت ديزيز اساسا، يعني خلل عندي نيورو، يعني خلينا نقول ممكن اكو امراض ثانيه ممكن تسبب لي هايبر اكتيف، مثل عندي خلل بالميتابوليزم مالته، هايبر ثايرويدسم، الكترولايت ابنورمالتي، هاي كلها حفظوها. ديمنشد بالريفلكس يعني نقول هايبو اكتيف، كاركترستيك للانتيريور هون سيل، من يقول انتيريور هون سيل ديزوردر منو يقصد عندي بي؟ ممكن يكون لور موتور نيورون او ممكن مشكله بالعضله نفسها مايوباثيز، اوكي. هاي سطرين مهمه. الاكزامينر شود بي اولويز كونسايدر ذا سترينث اوف ريفلكس ان ريليشن تو ذا بولك، دائما يحط بعين الاعتبار البولك مات المسل ماس، يعني شوف اذا هذا البيشنت هو العضله مالته يعني البولك مالتها ايش قد، اوكي، وعلى هالاساس يقيس الرفلكس مالته. البيشنت مي هاف ديمنشد ريفلكس نتيجه ديكريس بالمسل بولك مالته، اساسا هو العضله مالته صغيره، اوكي. patients with hypothyroidism have decreased relaxation after deep tendon reflex which is termed hung reflex. هاي حفظوها، يعني مو كنت فاهمتها، ما كنت يعني فاهمتها كلش. الهانج ريفلكس يعني الناس اللي عندهم hypothyroidism يعني خلينا نقول ضمور بالدرقية قلة بالريلاكسيشن، يعني ورا ما نسوي لهم هذا اكو ريفلكس هسه راح ناخذه اللي هو الديب تندر ريفلكس، ورا ما ناخذه ورا ما نسوي اللي هي راح يكون عنده ريلاكسيشن خفيف، يعني ما راح يكون مثل المطلوب، اوكي. هاي يسموها الهانج ريفلكس، شنو معناها وشنو ليش والله صراحه ما اعرف. زين السكال اللي راح يصير عندي من اريد اشوف درجه الريفلكس اللي عندي زيرو، ما عندي اي ريسبونس، موجب واحد معناها يعني اكو بس قليل خلينا نقول ضعيف، موجب اثنين هو هذا المطلوب النورمال مالتنا، موجب ثلاثة انكريز، موجب أربعة هايبر اكتيف. In patients with diminished reflex يعني ما عندهم reflex أساسا diminished أو ممكن بس موجب يعني خلينا نقول هايبو، التكنيك of reinforcement may be useful by asking the patient to perform isometric contraction of other muscles. نخليه شي يسوي لي هذا الايزومتريك كونتراكشن اللي هو مثل ها يعني شلون احنا كنا نسميها هذا اللي
يعني من يصير مكاسر ايد او هيجي شي مثلا، هاي يسموها الايزومتريك، يعني بدون حركه يصير عندي. نسوي contraction للمصل. And generalized reflex activity may be increased. يعني ايش راح نسوي؟ يسوي مثلا when testing reflexes بالupper extreme، من اريد افحص ان الرفلكس موجوده بالupper limb، يعني have the patient clench at teeth مالته، اخليه هيك يقز على سنونه، or push down on the bed with thighs. يعني شلون نخلي هيجي كاز يعني على سنونه، هيجي كلينش على التيث مالته، او الثاي مالته اخليها هيجي نازله من البيد، نازله لي جوا، بحيث يسوي له مثل الاسترخاء حتى يقدر يقوي قوه العضله اللي انا اريد اسوي لها تيستينج. اوكي، هاي يعني مثل الاشياء اللي تساعدني من اشوف الرفلكس مالته ضعيف، اسوي هاي الاشياء حتى اقدر اوصل للنتيجه احسن. When testing reflex بالنسبة لل lower limb، the patient lock fingers، هيش أخليه يسد إيد بإيد وأخليه حاول يسحب واحدة عن الثانية، ماشي؟ هاي ال procedure this procedure اللي هو هاي اللي بصورة، من أخليه يشد إيد بإيد أصابع بأصابع وشنو أخليه يسحب شيء عن شيء ثاني، ووراها أفحص الرفلكس مالته، ماشي؟ هاي يسموها ال جنراسيك مانيوفر. هاي همات اهم شيء مثل ما قلت لكم باقع الصور، اسم التست يعني اللي دا اسوي، شنو اللي اشياء وشنو اللي راح افحصها بيها، ماشي؟ يعني هاي مجرد وسائل مساعدة سويتها اذا كانت عندي الرفلكسز ديمنشد. زين، نبدي هسه بالتست اوف ذا ديب تندون رفلكس. من واني عندي التندون مالتها تكون ديب، يعني عندي البايسبس، ترايسبس، البريكيوريديالس يعني عضلات الارم ثلاثتها، وعندي الباتيلر اللي هي على الركبه، وعندي الاخيل اللي هو هذا موجود التندون ما تلفوت. اوكي، كالعاده تباعون على الصور زين، وهاي اهم شيء بيها راح تعرفون اسم التيست اللي هي عضله تسووه، الاعصاب اللي راح تتاثر بيها، الروتات يعني مالتها، وهاي اهم شيء يعني تقريبا. زين، التيست اوف ذا biceps tendon reflex. The biceps tendon reflex by having the patient relax the arm mate. يعني مثل خليتها بحالة relaxation. يعني أي عضلة أرد أفحصها أسويها بحالة relax. Pronate the forearm. يعني مثل midway between flexion and extension. يعني أخلي وضعية إيده كأنه يريد يمد إيده حتى يسلم على حد. شايفين من ناحية يريد يسلم على حد هيك يمد إيده. أصير عندي midway ما بين يعني ما بين الflexion والextension. أوكي، باعوا هيك وضعية الإيد مثل ما تشوفون. زين، examiner should place the thumb on the biceps tendon. يخلي الثامب مالته وين على التندون بالضبط؟ البايسبس تندون، انا شو عرفت هذا؟ احنا ماخذيها من الاوريجين والانسرشن اللي موجوده بالتشريح، البايسبس هنا أنا تقريبا التندون مالتها موجود. اوكي، الاكزامينر ايش راح يسوي؟ يخلي الثامب مالته عليها، ماشي؟ مثل يعني بروز يعني حتى يقدر يوصل له، يعني بروز عظمي. الهامر is then strike the examiner thumb. This is done بالأبر، يعني راح يضرب هيجي بالهامر مثل ما قلنا براحة إيده، يضرب على الثامب مالته. الإكزامينر should observe for contraction. لازم يتحسس إنه أكو فت contraction بالبايسبس. أوكي، وورا ما يصير هذا الكونتراكشن يصير عندي flexion بالألبو. يعني أني بإيدي يعني فتشي اني اتحسسه بايدي بالثامب مال يعني بالاكزامينر راح اشوف اكو كونتراكشن بالنسبه للمسلز، وكشي مرئي بعيني اشوفه اشوف ايده صار بيها فليكشن، مالت للفليكشن اكثر الفور ارم مالتي يعني عن طريق الالبو جوينت. اكزامينر ماي اولسو بالبيت ذا كونتراكشن اوف ذا مسل ذس ريفلكس، منو راح تحدد لي سي 5 وسي 6، ماشي؟ هاي مهمه طبعا، اذا تريد تشوفوها يعني بصوره اسهل بس كتبوا اسم التيست موجود على اليوتيوب، دكتور اتوقع اسمه فايز، واحد مصري يعني، او حتى الاجانب كلهم زينين يعني، مجرد دقيقتين ما ياخذ وقت للي يفهم، بس انا اذا احكيها يعني اللي يريد يقرا الملزمه كامله. زين، بالنسبه للبريكيوريديالس تندون ريفلكس، البريكيوريديالس باعوا اللي هي تصير تقريبا موجوده بنهايه الارم، الانسيرشن مالتها تقريبا على هذا البروز اللي موجود بالهاند اللي هو نسيت اسمه، يمكن والله نسيت. المهم
Then, brachioradialis reflex is performed by having the patient forearm in semi-flexion and semi-pronation. باعوا هاي الوضعية. Semi-flexion يعني لا هو اللي ثانيها منصده يعني عن نص تقريبا. Semi-pronation مثل اللي استوى يريد يخلي مثل نقول راحت إيده على مثلا من تريد الطب على ميز أو الطب على رحلة أو على أي مكان هي شاي سموها pronation. يعني access supination اللي يعني خلي نقول مخلي إيدك مثل تريد تخليها على راحة إيدك أوكي على طاولة معينة. Semi يعني همات مو فتشي مرة واحدة. Okay, semi-flexion, semi-pronation. The arm should be rested on the patient knee. بس شنو؟ أخلي الأرم مالتا وين؟ باعوا هسه هذا. وين يخليها؟ يخليها الأرم مالتا يعني وين يحطها؟ يحطها على الني على الركبة مالتا هيجي مبقي إيده على الركبة مالتا. وبنفس الوقت إنه صايرة عندي وضعية semi-flexion, semi-pronation. إذا تريدون كتبوا هاي الوضعيات همات بس شوفوا شكلها شلون يصير بجوجل أو بيوتيوب. The arm should be rested on patient knee if a triangular reflex hammer is used wide to end should this trick styloid the process يعني هم كاتبين نسيته styloid the process of the radius لأن هو بروز عظمي فأقدر يعني أضرب عليه وأشوف إيش دا يصير. The examiner should observe the flexion اللي يصير بالإلبو همات هنا راح يصير عندي بي flexion simultaneous supination للفورارم يعني الالبو صار لها فليكشن بس بنفس الوقت هاي يصير لها سوبينيشن يعني يجي ايده تندار وصير عندي على الظهر مالتها تنحط. او بالحكي صراحة تحسوا صعب بس من تشوفوها بالتست يعني ماكو دقيقتين باليوتيوب موجودة كلش سهل. البوزيشن هنا البوزيشن شان بالميدل فيجر ذس ريفلكس همات سي 5 سي 6 يعني باعوا خلي مثل نقول انه C5 و C6 هو خاص بالبايسبس والبريكيوريديالس اوكي يعني العضلات اللي موجودة كنا نسميها شلون هيجي بالانتيرير بالنسبة للارم مو بالجهة الدورزال بالنسبة لها من قدام يعني هاي من قدام مات الارم من ناخذ وضعية الاناتوميكال بوزيشن هي البايسبس والبريكيوريديالس اثنيناتهم C5 C6 اما من اريد افحص الترايسبس flexing the patient forearm يعني خاص مسوي لها flexion كامل at the elbow pulling the arm towards the chest واخلي الارم مثل يعني هاي الارم مالته الايد صايره قريبه من الشست من صدر المريض وبنفس الوقت الالبو هيك الفور ارم العفو صار بها فليكشن مثل هيك نازله لي جوا. The elbow should be midway همات نفس الشيء ما بين فليكشن ما بين اكستنشن بقى هاي وضعيه الالبو مالته لا هي فليكشن ولا هي اكستنشن اوكي. Tap the triceps tendon above insertion بالulnar ulnar olecranon. The coronal insertion كان مات triceps كنا نسميه بالulnar olecranon. هاي البروز العظمي اللي موجود هيجي بالمرفق بالمفصل المرفق أكو دائما عندي هيجي بروز نات يعني مبين كلش عظمي هو الulnar olecranon. فاحنا هناك نضرب بالهامر مالتنا. أوكي. تقريبا فوق الالبو 1 to 2 inch. There should be prompt contraction of the triceps with extension بالالبو. النتيجة شنو راح تطلع لي contraction بالنسبة للعضلة وينتج لي منها شنو extension بالنسبة للالبو هيك تنفتح يعني. وبنفس الوقت ما ارجع اقول لكم شوفوها بالتيستات يعني حتى تتصوروها يعني تنطبعوا براسكم. This reflex test همات عندي منه C6 C8 هاي الروتات تحفظوها كلش مهمة ويا صورة التست واسم التست. If the triceps reflex cannot be by this maneuver try to hang the patient arm over your arm يعني إذا ما نجح بهاي الطريقة هذا الرفلكس شو أسوي أخلي الأرم مات البيشنت فوق الأرم مات الإكزامينر tapping the triceps tendon in this position ونشوف إذا صار رفلكس يعني نجرب طريقتين. زين اوكي بالنسبه للباتيلر ريفلكس هذا هو ده تشوفون الوضعيه مالته شلون اول صوره بيرفورم ذا باتيلر ريفلكس يسموها ني جيرك الاسم الثاني دائما هو اصلا هذا الاسم الشائع لا دائما ما يقولوا له ني جيرك اكثر ما يقولوا له باتيلر by having the patient sit with his or his leg dangling يعني مثل الليج مالته تدلى من البيت يعني نازله هيك لي جوا اوكي
place your hand on the patient quadriceps muscle. هاي العضلة الرباعية الموجودة بالثاي هيجي بعو هي أنا نخلي إيدينا عليها. Okay, strike the patellar tendon بالbase mater reflex. هامات نفس الشيء نضرب على مكان الباتيلا هنا. Contraction of quadriceps يعني أني ما دام حاطة إيدي على quadriceps لازم أستشعر بها أكو فت contraction. أوكي وبنفس الوقت من تتقلص عندي دائما الكوادرايسبس شي يصير عندي بالجوينت يصير عندي بي اكستنشن أوكي بالني. طبعا هذا يتفحص للال 2 والال 4 ماشي. وهاي همات تحفظوها كلش مهمة. هاي عندنا الاخيال ريفلكس. الاخيال ريفلكس اللي يسموها مات الانكل جيرك جماعة اللور لما نسميها جيركات. Okay, by having the patient sit with his or her feet dangling off the side of the bed. همات نفس الشيء. أنا من أريد أفحص أي جيرك من أريد أسوي أي تيست الجيرك معين المكان اللي أريد أفحصه لازم يكون بوضعية dangling يعني خلينا نقول أقصى درجات الريلاكس. Leg should be flexed at the hip and knee joint. يعني صار عندي بي flexion كامل بالنسبة للثاي وبالنسبة للني. اوكي العفو الهب والني او يعني هي الثاي والليج. The examiner place hand under the patient foot. الزم ايده هي شي من جو مثل ما مسوي بالصوره. وبعدين شنو to dorsi ها حتى شنو ليش الزم ايده من جوا سوي له dorsi flexion يعني شايفه يعني الوضع ما dorsi flexion بالنسبه للفوت. الاخيال تندون اللي هو هذا هي شي دائما متلزمون القدم مات رجليكم او نهاية الساق من ورا هيجي اكو مثل الوتر يعني هنا مبين قوي كلش ويسموه الاخيال ريفلكس العفو الاخيال تندون. هذا ايش راح يصير عندي بالاخيال تندون استتراك راح ينضرب above its insertion on the posterior aspect من الكالكينيوس هذا العظم الكالكينيوس with wide end of reflex hammer. بالنتيجة شي يطلع لي plantar flexion هيجي مثل الرجلين يجي يصير بها flexion باتجاه القاع ماشي. هذا يفحص المن الاس 1 والاس 2. another method اكو طريقة ثانية حتى افحص همات الاخيال reflex is to have the patient lie on the bed مد يعني when the patient legs at the hip and knee and rotate leg externally so that it slides on the opposite on the opposite chain. الطريقة الثانية اللي يسويها حتى يفحص يعني يشوف الأخيال reflex شو يسوي flex للpatient legs at the hip and knee يعني شلون يعني هو مسوي flexion بالنسبة للleg مالته وين مخليها عني وال على الني يعني والهب مات شلون نقول مات الثانية الرجل الثانية اوكي and rotate the leg externally فيكون مثل lies on the opposite chain ما ادري شنو هاي dorsiflex الانكل as the tendon is struck مات نفس الشيء لازم نسوي له dorsiflexion بايدينا. patient with the press axial reflex should be asked to kneel if possible on the bed with feet hanging off the side tap the axial tendon and observe the reflex response to in this position. يعني هاي شوية ملاح بيها زايد بس مجرد اعرف الوضعية صار عندي فليكشن بالهب وبالني اسوي dorsiflexion بايدي بالنسبة للرجل من اضرب على الاخيال تندون اللي هو فوق الكالكينياس راح يصير عندي plantar reflection يفحص لي الاس 1 والاس 2 واسمه انكل جيرك. وها هي يعني تقريبا هذا الشيء اللي نحتاجه منه البقية ما ادري شو وضعها. زين خلنا ناخذ طولت هو بس بقى السوبرفيشال سهلة ما بيها شيء نوصل للسيريبلر. اوكي بالنسبة لي السوبرفيشال ريفلكسز اهمهم ويعني كلش مهمة واجتنا بالامتحان وكل مكان يعني لازم نتعلمها. البلانتر ريفلكس طبعا باعوا خلوا بالكم شغلة مهمة هذا كتست نسميه بلانتر ريفلكس بس بحالة واحدة بس من يكون هذا التست بوزيتيف يعني من يكون فعلا انه يعني مريض هو من سويت له هذا التست وصار عندي ابنورمال بوزيشن هذا يلا نسميه بابا نسكي ساين. اوكي يعني احنا بوقتها من جابوها بالامتحان كتبوا شنو اسم التست
ومن يصير مرض يعني من يصير عندي بوزيتيف شنو نسميه، فهو اسمه بلانتر ريفلكس. من يكون انه فعلا الاستجابه صارت مثل اللي بالي، مثل يعني التيست اللي بالي سوى بابا نسكي. اوكي، هذا بابا نسكي شنو يعني فكرتها؟ مجرد أنا راح أجيب فد آلة حادة، يعني مثلاً عود أسنان، خشبة يعني قاصتها بالنص، بس المهم يعني الطرف مالتها حاد، أبدي من هيشي من هذا مكان الكعب مالت الرجل، بعدين أصعد هيشي من جهة اللاترال يعني من جهة الأصبع الصغير، أصعد أصعد، بعدين من أريد أوصل هاي التقويسة أقوم أمشي ميديالي إلى حد ما أوصل لل يعني هاي الأصبع الكبير البيك تو. زين، هنا الاستجابة إذا كانت صار عندي abduction بالنسبة للفينجر أو بالنسبة للتوز راح أصير هاي ما يسميها البابا نسكي. أوكي، واللي هي معناها أكو عندي مشكلة بالموتور سيستم. هسا نشوفها شنو هي، اللي هي البيراميدال. أوكي، فالنورمال كونديشن of the reflex arc بالنسبة للبيراميدال سيستم suppress that of the extra pyramidal. يعني من يكون عندي مشكلة بالبيراميدال، شلون يعني وحدة تعاكس شغل الثانية. أوكي، شلون الأغونست والأنتاغونست، فمن عندي هذا الشيء عطلان الشغل ماله الشيء المعاكس إلا راح يضغى. ماشي، يعني فهمتوا الفكرة؟ زين، and therefore downward being bending of the toes plantar flexion is elicited in response to sensory stimuli from the bottom of the foot. However, when the damage occur بالبيراميدال سيستم، من يصير عندي مشكلة بالبيراميدال سيستم without involving the extra pyramidal، يعني يكون عندي مشكلة بالبيراميد ما عندي بالإكسترا بيراميد، same tactile stimulus to sole will produce extension to the great toe. يعني خلينا نقول من يكون عندي مشكلة بالإكسترا بيراميدال سيستم، ويعني تقريبا ممكن تكون أقل خطورة من البيراميدال، الإكسترا بيراميدال مثل راح تكون عندي بها عضلات مسؤولة عن ال plantar reflection، يعني خلينا نقول مثلا او يعني فعل معين ناسيتها. المهم فجدي يقول هنا response، فمن يكون عندي مشكله مثلا بالبيراميدال سيستم، اوكي، بس بدون لا يصير عندي بالاكسترا بيراميدال سيستم، ايش راح يصير عندي؟ هذا السنس اللي هو هذا مثل ما قلت لكم من جبت العوده وهيجي مشيتها بهاي الطريقه، ايش راح يسبب لي؟ يسبب لي extension بالنسبه للجريت تو وفانينج، يعني مثلا يصير عندي funning outward للأذر، يعني فعل شوفوا انتو باليوتيوب يعني راح يكون اوضح لكم. هاي راح يسموها البابا نسكي ساين. اوكي، من يصير عندي دمج بالنسبة للبيراميدال بيراميدال سيستم يعني او بيراميدال تراكت، من راح اسوي هذا البلانتر ريفلكس راح يصير عندي دورزيفليكشن بالنسبة للتوز وفانينج هيش مثل وحدة تبتعد عن الثانية، اكستنشن بالنسبة للجريتو، هاي كليتها يسميها بابا نسكي ساين. اوكي، ومن التبعها معناها اكو دمج وين؟ بالبيراميدال بورشن من الموتور سيستم. الكوز اوف ذس ساين ديو تو ستيميوليشن اوف ذا withdrawal protective type of reflex of the extra pyramidal system and opposite للبيراميد. يعني انا من سويت هاي الحركه وصارت عندي البابا نسكي ساين هي بوزيتيف، ليش صارت عندي هاي الشغلات الفانينج والاكستنشن والهاي سوالف؟ لان هاي شغلات الاكسترا بيراميدال. ماشي، فمن تعطل عندي البيراميدال قلنا منه راح يطغى شغل المعاكس اللي هو الاكسترا بيراميدال. بالعكس لو كانت عندي مثلا الاكسترا بيراميدال هي المشغله راح اصير حركات معاكسه لها. ماشي، normally when the lateral aspect of the sole is struck from the heel to the ball of the foot and curved medially مثل ما قلت لكم للهيد مات الميتاتارسال بون there is a plantar reflection of the big toe. المفروض هذا طبعا بالطبيعي انه يصير عندي plantar reflection، يعني مثل نقول الاصبع ينزل لي جوا هيجي. This test منو راح يتفحص لي؟ L5 والS2. اوكي، انا شنو اقول الفايف والتو، مثل اقول 25، هاي اشياء يعني هيجي تركات حتى اتذكر. بابا نسكي مثل ما يقول بابا اريد 25، هيجي شيء يعني حتى تتذكروها. L5S2 5-2. اوكي، the foot should be stroked with the stimulus such as K-pin، يعني اي شيء استخدمه حتى اسوي التست. In the presence of pyramidal tract disease when the described movement is performed there is dorsiflexion للبيك تو، فانينج بالنسبه للاذر تو يسموها بابا نسكي ريفلكس اللي هو pathological reflex.
Because Babanitsky sign is abnormal reflex, one should comment only the Babanitsky sign is present. It is never absent and incorrect describe plantar flexion as either plantar flexion normal يعني dorsiflexion اللي هو الابنورمال يسميه بابانيسكي مثل ما قلت لكم. كلش طولت زين. بالنسبة للكورنيال او يسموها الكونجكتيفال ريفلكس هذا لازم هاي الريفلكسات لازم نعرف بها الافرنت والافرنت اوكي. الافرنت مالتها هو الخامس اللي هو الترايجمينال نيرف والافرنت مالتها السابع اللي هو الفاشيال نيرف اوكي. سكليرو كورنيال جونكشن is touched within مثلا هيك مثل بالطارف مالت الكتن observation لازم يصير عندي closure مالت الاي يعني هذا سكليرو كورنيال جونكشن هاي مثل نقول يعني الزاوية مالت العين من اسوي لها touching بحافة مالت كتن يعني لازم المفروض الرفلكس الطبيعي تسد عيونه الايليد او الجفون مالته زين. اما البيوبيلاري ريفلكس هذا الافرنت مالته راح يكون عندي الاوبتيك والافرنت مالته هو الاوكيلوموتر اوكي. طبعا هذا راح يكون عندي بي لايت ريفلكس وعندي بي اكوموديشن ريفلكس يعني عندي بي شغلتين عندي بي لايت وعندي بي الاكوموديشن. اللايت ريفلكس عندي بي دايركت عندي اندايركت. سبجكت از اسكت تو سايت ان ديملي لايت روم اوكي يعني مثلا شخص حاطته بدملي لت روم يعني مثل كان ظلمه يعني مثلا beam of a bright light جبت أنا حزمة ضوء using torch يعني هذا التورتش اللي يستخدموه بالأقلام مع الضوء أحطها على عين واحدة okay. Construction of the pupil on the يعني المفروض من حطيت هذا اللايت construction of the pupil on the illuminated eye similarly بالother eye يعني من هي كانت بوضعية من حطيت هذا الضوء بعيونهم المفروض يصير عندي شنو يصير عندي constriction بالبيوبل مالتهم يعني هي كانت ظلمة وانا اجيت وحطيت ضوء بعيونهم راح يصير عندي constriction المفروض بالبيوبل مالتهم اوكي. هذا الدايركت. اما الاندايركت بيم من اللايت is thrown on one eye the other eye is observed. ها الدايركت يعني من العين نفسها خلي نقول صار عندي بيها constriction اوكي. اندايركت من حطيت على عين العين الثانية ما صار بيها كونستركشن هي شيء يعني نفس الشيء بس المهم من اعرف من هو العصب الناقل واللي مرجع واعرف شنو المفروض يصير. اما الاكوميديشن سامعين بي دائما احنا يعني بالسبيشال سنس بالكيمياء بكل مكان تقريبا ماخذين الاكوميديشن. سبجكت از اسكت تو لوك ات ديستانس اوبجكت يعني مثلا على مسافة معينة حطيت فد اوبجكت معين وقلت له باوع بعدين هذا الاوبجكت اقربه شوي شوي باتجاه العين اوكي والاحظ السايز مالت البيوبل اللي عندي. السبجكت تو لوك ات ذا فينجر بليس ان فرونت اوف اي البيوبل هم معناته شيء يصير عندي بي كونستركشن ماشي. كل ما اقرب اكثر كل ما يصير عندي كونستركشن ويجي احس عيونه مثل ده تحول ماشي. بالنسبه للابدومينال ريفلكس اللي هو تي 6 تو تي 12 نانا السكن مو كلش يعني نسوي اصلا احنا السكن بالانتيريور ابدومينال وول جنتلي ستروكد ان فور كوادرنت بشارب اند يعني مثل الهامر يعني كونتراكشن للمسلز المفروض بس مو كلش يعني راح نلاحظه هنا صراحه. بالنسبه للكريماستريك ريفلكس هذا دائما ما يسووه للبيبي حديث الولاده L1 L2 مثل اللي نسوي ستروكينج بالنسبة للأبر ميديال سايد من الثاي مات البيبي ونلاحظ احنا يصير اكو يعني إليفيشن بالتستيكل أو بالسكروتال ساك زين. الانال ريفلكس همات S3 S4 لسكن أراوند الانياس من يصير بها ستروك يعني هماتين مثل يسولها مثل الاحتكاك كونتراكشن بالنسبة للانال سفنكتر. طولته هواية بس يعني رتخلص الموتور سيستم. شكراً.